السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع المسار الخير، مسار النور، السرور، الهي المسار أساسية النص مغرب قرب المغرب إن شاء الله. فالهي موجود مع أخوان من الكويت، بدرنا قبل 5 شهور تقريبا، جينا هنا عشان علاج، فكان في علاج حق الشرايين وقدم سفرية الحمد لله. 5 شهور هذا رحلة طويلة، 5 شهور من بلد ثاني، من بلد واحد وبلد ثاني وبلد غير، ما أعرف إنسان، ما أعرف ناس، ما أعرف إن كيف كالتشر، ما أعرف شيء. وبعد وقت مصيبة، وقت كورونا، هذا وباء، اللهم أعرف أنا وباء كورونا يا رب. آمين. واللهم يشفي كل مرضى مردان المسلمين يا رب. وقبلنا وشرفنا الحمد لله أبو فيصل من إصار، وأخوي سعود أبو العزيز من الكويت باليمين. خلينا اسمه من أبو فيصل، كيف تعرف عابد وكيف تعرف شركة اللمع؟ والله عرفت عابد بالصدفة بالإعلان وكلمته وما قصر صراحة، استقبلنا استقبال طيب وقام بالواجب وسكننا بسكن نظيف وأمننا وربط أمورنا وما قصر بالمستشفى وأمورنا طيبة، واستلمنا 5 أشهر كلم إدارة محمد. يعني 5 شهور أبو فيصل ده ما في رحلة يعني؟ طبعاً دولة. نعم. وبعد بلد غير. نعم. وناس غير. طيب فكيف حصل للناس وكيف حصل للمستشفيات؟ كيف حصل والله مستشفيات ممتازة طبعاً بإدارتك طبعاً مستشفيات. إحنا طبعاً ما بلد شوي ما نعرف عنا شيء، بس الحمد لله أنت يعني سمعتك طيبة بالمستشفيات وعلاقتك مع الطاقم الطبي والحمد لله يعني ما في أي عواق عندنا صراحة. حصلت الشيء ناقص أبداً أبداً. كن في وضع كورونا الحمد لله، أنت والطاقم اللي معاك كامل وشركة لما صراحة يعني شيء طيب ملموس ما قصرت معنا. يعني كيف خبرة كاملة شركة لما ما موظفين ما سواقين؟ ممتازة 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 بكل الحمد لله. الحمد لله يعني ما عندنا أي مشكلة وأمورنا طيبة والحمد لله. يعني مبسوطين ان شاء الله. حيل 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 الحمد لله. حتى بالعلاج اهم شيء تجيب ان شاء الله علاج، علاج سكن مواصلات ما في اي شيء ناقص الحمد لله. امور طيبه. في نسي شيء حق والله جميع انصح الجميع اللي يبون يجون علاج بنغالور للهند يعني عامه، اتصل على ابو محمد عابد الكشميري شركه لما، هو المدير العام، عنده طاقم ما شاء الله، وعنده سكن نظيف، عنده سيارات، وعنده سواقين، وعنده كادر طيب. فاللي حاب يعالج هني ويجي مرتاح ويرجع مرتاح، كلم ابو محمد ما راح يقصر. ان شاء الله ان شاء الله. واخوي سعود. نعم. انت مريض، هو ابو فيصل مرافق. نعم. طيب هو كلم عشان مرافق. المرافق هو مريض زياده. او مريض زياده تبان يعني. نعم. هو كنت صابر، انا شفته 5 شهور. أنا شفت كيف كن هو صابر، كيف كن أنت صابر أكثر عشان أنت مريض، أنت كن أعرف كله، أوكي إيش قال دكتور إيش ما قال دكتور، أنا أعرف من يوم أول كيف كنت تفكير مع كل الناس. وأعطني خبرة كامل، كيف كن خبرة. أول شيء علاج، أنت جيت عشان علاج يعني حصل لنا فائدة، أنت ترتها مبسوط مع مستشفيات مع دكاترة مع كل خدمة يعني. والله أول شيء حابين نشكرك ونشكر الطاقم ما لما كله، من سواك، من إداري، من ما كنت يا أبو محمد ما قصرت. وبالنسبة حق الشغلة العلاجية أنت سويت لنا على قولتهم جدول مشينا عليه، والجدول هذا طبعاً بإدارة من الدكاترة اللي كنت سوي كذا كذا كذا، بعد مشي عليه الحمد لله أمور طيبة. والتعامل مع الدكاترة مع المستشفيات اللي رحنا لها تعامل كويس والتعامل حلو 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 لدرجة يعني مرتاحين. الحمد لله. الحمد لله. ايه وقت كورونا، وقت كورونا داخل هندي مو داخل هندي. تمام. اي بس انت تعرف الهين داخل كورونا ما في داخل انديا، بس هو داخل هنا داخل إيه؟ طيب ناس الهين خايفين. انا قاعد اقول برا، انا قاعد اقول لك كلام غير. ايه وانا اشوف شيء غير. ايه تمام. ايه يعني داخل انديا قالوا هندي مشكله، هندي كورونا. الحمد لله ناس يمشي، ناس يروح، ناس كذا، بس في التزام كمان. ايه. ومسيدة. ما في أي مشكلة، أما إعلام مال التلفزيون ومال هذا أنا أقول لك إعلام مو صحيح. مو صحيح. وخرب بس. خرب مخ، أنا الحين قاعد أنا أشوف يعني قاعد أمشي وأروح أجي مستشفى، أروح مستشفى،
اروح سوق اروح مطعم الحمد لله مفتوح يعني مفتوح. هسه الخدمه الحمد لله خدمه مميزه ويعني كلام وايد كورونا 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 كل الدنيا كورونا بس عندي زياده بس انا ما اشوف زياده الحمد لله ما اشوف الحمد لله. منطقه ما احنا مال بنغلور يعني منطقه حلوه راقيه وكويسه وما فيها العدد اللي نسمع التلفزيون نعم. ما في نعم. يعني شيء بسيط نعم. واللي ما يطلع برا وهني في التزام عندهم بالكمال تمام يعني هذا احتياط هذا لازم يعني احتياط يعني ما صار شيء لا 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 امور طيب والحمد لله الحمد لله اهم شيء اهم شيء وقت كورونا يعني حصلنا خدمه ايش انت يعني تحتاج يعني كله موجود خدمه وقت كورونا ما في كورونا موجود خدمه اي يعني وصل رحت مستشفى اكون هجر اروح مستشفى اروح مستشفى اي وقت ما في اي احد وقفت وما في اي احد كلم وين روح وين راح ما في في نقاط تفتيش بس أيه؟ اذا في مستشفى لا تفضل يعني ما يوقف احد ما يوقف ما يوقف احد ما يضرب يعني هو لا 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 انا ضرب انا ضرب اشوف التلفزيون يمكن فيلم هذا اي والله ممكن فيلم اما يشوف لا هذا شيء غير لا غير تجربه شيء غير لا 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 غير غير ما في اي طريقه ما ضرب ما ضرب لا ما في الحمد لله الحمد لله ده اهم شيء يعني وقت مصيبه وقت هذه كورونا جمشيتنا امور يعني الحمد لله يعني بنغالور ما في كورونا ما في كورونا ما في كورونا ما في كورونا اي والله الحمد لله ما في كورونا وكل شيء ادري نسي نسيها كامل في ناس خايفين عشان يجي هند يعني نصيحه كله ولا حقي انس معين لازم كله صح كل انا اقول اي شخص مريض يبادر بالجيل وتحت اشراف ابو محمد عبد الكشميري شركه لاما بإدارة اسمها اللي في بنغالور عابد الكشمير والطاقم ماله وفي جميع تيم جميع هنا موجود موجود ما شاء الله. موجود خلف الكاميرا في ناس موجودين إيه؟ يعني هذول يعني ما شاء الله عليهم هذول جنود مثل عندك سيف فيصل طاهر هذا إدارة يعني من يوم ما جينا الهند صبح ليل ظهر كله موجودين بس قول ألو يكون موجود خدمات مميزة بس خدمات مميزة بالإدارة ومحمد عبد الكشميري الحمد لله ونشكر مدير شركة لاما نصيحة 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 لكل واحد يبي علاج يكلم أبو محمد وحتى بالوقت هذا وقت كورونا يعني موجود مفتوح ونشكر الأخ عبد العزيز الرويلي أبو لاما تمام وهو الحين في السعودية موجود في السعودية وإن شاء الله بنشوفه بس ما شفناه لأن السعودية عندهم شوي تحفظ على الناس في عمرها فأنا أقول لكم تعالوا 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 لا ان شاء الله حاضرين على راسي ان شاء الله يا حبيبي وقبلنا شرف ما قصرت يا محمد ما قصرت لا انت ولا الطاقم مالك ولا اي شخص من طرفك يعني ما شاء الله عليك شغل زين وشغل وقت سيم سيم ساعه دقيق سكن اكل كل شيء والحمد لله الحمد لله اهم شيء انا كنت معك يعني وقت الحاجه وقت الحاجه متى انا جاهز عشان مستشفيات عشان دكاتره عشان كذا واهم شيء يكون معك سواق تكون انت قبلنا داخل المستشفى انت موجود داخل المستشفى اي تمام خدمات مميزه خدمات مميزه مميز ما في اي نار ايش رايك ايش رايك حق سواق كل معك يعني تقريبا 24 ساعه 100% هذا سايق امين وخربان لا 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 انا اقول حق الاخ سيف مو سايق حق الاخ سيف تمام مشكور ما قصرت ولا عندك العافية وهذا شخص دير بالك عليه على راسي ان شاء الله ان شاء الله واخوه فيصل الحمد لله والاخ طاهر هذا طاهر ما ادري شنو شغل بس طاهر الكل في الكل طاهر مدير حق المستشفيات كل المستشفيات مسؤول حق المستشفيات يا الله يعطيك العافية طاهر اللي هو خلف الكاميرا تمام هو يعني ظهر حقي اي ظهر حقه ويد يمين ويد يسار موجود قدام يمين فيصل ويمين سيف ما في يسار ما في يسار خلي يسار مشكورين والحمد لله الله يبارك فيك والحمد لله اليوم هو يمشي ان شاء الله ويرجع الكويت بالسلامه ان شاء الله يسلمك ما قصرت اي 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 شيء اي شيء تحتاج يعني عشان وفي عندهم خدمه في عندهم خدمه ما بعد العلاج اللي مثلا بالكويت اذا تبي علاج تبي شيء يدزون لك اي في خدمه حق الشحن في بريد اي نعم في موجود كل هذا ان شاء الله حتى اللي يحتاج عطورات دهن عود بخور يتصل على اي نعم والله مميز خصوصي وعنده شيء خصوصي اسمه الكشميري والله هذا خاص والله خاص ان شاء الله والله يجزاكم خير والله يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله يا حبيبي
وان شاء الله قابلك ان شاء الله. نتشرف فيك وما في ان شاء الله ما في حق العلاج بس تستمشي بس وشوف بنغالور ما شفت بنغالور ما شفت منتكا ان شاء الله. انا اشوف انت شوف طاقه ان شاء الله الحمد لله. اي والله ما قصرت. وها واشكر اخوي ابو فيصل تعب معاي، هو مريض مو انا، هو مريض 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 نمبر 1 انا نمبر 2. فافيصل الله يعطيه العافيه والله يطول بعمره ان شاء الله. امين. اي والله اللهم امين. ما قصر. شكرا الله يجزاك خير. ان شاء الله كنت في يعني فايده حق المكتب هذه وان شاء الله ان شاء الله في فايده بعد كورونا وان شاء الله. انا في وقت الحين الناس يجي ما في مشكله، في الحين الناس يجي يعني لازم الناس يجي وغير في علاج ما علاج ابو محمد موجود ان شاء الله. عابد الكشميري لا رقم تليفون لا سناب لا كل شيء الحمد لله. أيوة. موجود ان شاء الله يا حبيبي الله يجزاكم خير. شكرا وان شاء الله قابلك ان شاء الله باذن الله باذن الله. مشكورا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. Dr. Vishnu is carrying a huge 20-year, more than 20 years of experience in the field, in the vascular field. He has worked with a good number of hospitals, a good corporate, big hospitals in Bangalore, like Fortis, Columbia Asia. Now he is in Aster and many other hospitals he has worked with. So Dr. Vishnu, welcome to our channel. And you know, like we know that we had a case in this pandemic time, it came to us and it was a very challenging case to us. I just want to know about this case from you. How was your view about this case when you saw the patient? And patient was having a leukocyte count of 28,000, you know, where the normal figure is less than 11,000, and carrying the sugar of 400 above. So what is your view about this case and what was your total experience about this case before it came to you? This was a very interesting case because one, it was a pandemic situation. Two, this was a patient who came in what we call as a classical delayed presentation. That means he came in the last stage. And three, he came with a lot of infection in the foot. He had gone to a lot of places where he was advised an amputation. He came to us and when we examined him, we found out that this is not a case of pure infection. It also had a blood circulation problem. One of the most important point actually people or the public should know is when you have a blood circulation problem and then you have infection, gangrene in the foot, the more you delay, the more problems occur. And second mistake which I have observed in my 20 years of practice from people coming from abroad or in India is they go to regular doctors first who start cleaning up and operating on the foot. So they do one operation, maybe some toes, cleaning up the foot, but they don't repair the blood circulation first. So what happens is a bad wound goes deeper and deeper and deeper and it will never heal because there is no blood circulation. So we need to improve the blood circulation and also simultaneously clean up. That is the only way patients will heal. And here the critical point is timing makes a difference. The earlier you can improve the blood circulation, the better the response will be. So this patient unfortunately came in the last stage wherein the infection which started from the toe had almost covered 80% of the foot. It was like a bag of pus with no blood circulation. So he was desperate. Lot of people had told him amputation. They were considerate patients. We gave them the option of trying to improve the blood circulation and then removing all the dead part of the leg and then making an attempt to see if we can save the leg. It was it's called a last ditch option wherein there is no other option possible at the last step. So he had a bad heart, he had bad sugars. So he was a very, very bad infection, very, very high infection, even in the blood. Along with the foot, there was high infection in all over his blood also. But he consented and then we admitted him. We started off by first debriding the foot and removing all the dead tissue. So there was only 20% of the foot remaining after what we did. So we had to go through multiple surgeries to control infection, which gradually came down. Simultaneously, we also did an angiogram to see where the blocks are in the blood vessel, and wherever the blocks were,
through minimally invasive technique, that means without any cutting, through just a needle, we did what is called as an angioplasty, put a balloon and opened up those blood vessels. So the blood started flowing down to the foot. So once the blood started flowing down, the wound started becoming better. But because it was a very large wound with a lot of infection, it took a lot of effort in regular dressings, extremely strict sugar control, monitoring, pain management, and chipping of the bones, removing pus between the bones, etc. And gradually, it took a long time, but gradually over a month or more, the wound, which is totally black, became slightly yellow, then the red started appearing, and in the end, it became totally red. So once it became totally red and we confirmed there was no bacteria in there, then a plastic surgeon got involved and took a small graft from the thigh and put it on that, and then the wound healed completely. So that was what happened, and it was a very challenging case because for every 10 patients we operate like this who come in the last stage, 5 of them will definitely end up in an amputation in spite of our efforts. But this was extremely challenging combination case of infection with vascular, and he turned out well at the end of the day. No, I think the most important thing, the most comfortable thing for us, like, you know, what was like, you know, when he came hopeless. He came on the wheelchair, no hopes, maybe I lost the leg, I may not walk again. But he went back while walking. So important message to our people, like, you know, what to be done, and what was the challenge, like, you faced in this? So I think the most important message is not coming late, one. Two, realizing that if just because you have a wound, it doesn't mean it is only because of infection. It can be because of underlying lack of blood circulation, and diagnosing it fast. And if you come at the correct time, it can be treated. The blood circulation part, like what we did in this patient, we treated it without any cutting surgery at all, just by using a needle. So it is not very difficult. But if you can come early, diagnose things early, people who have lost hope also, if they come at the correct time with multi-specialty involvement, good vascular, good diabetologist, and good ICU doctors, these people can go home walking. That's good. This is the message which we have to record, in fact, and we have to keep it with you, keep it with us, and, you know, spread in the society, inshallah. So thank you so much. Shukran, taqdeer, kul shukr wa taqdeer, Dr. Vishnu. Wallahi, it was a challenging case, and I think all credit goes to after Allah, it goes to Dr. Vishnu. You know, if they say after, if there's anything after God, it's the doctors who are, you know, taking care of the humans. And thank you so much, sir. Thank you so thank much. You. Thank and you. Happy Doctor's Day. Thank you. Same to you. Very important. The hygiene part is very important for the wound, in a diabetic wound, when it comes to diabetic wound. So Jacqueline Gladys' sister, mashallah, her hands are magical hands, we must say. And she's experienced, you know, she's experienced. When we came to her, you know, I was pretty sure, inshallah, the wound will be healed, because she has the gift in her hands from the God. So Gladys' sister, how was the patient, the Saoud? One thing, we have to be very happy when they go with good result, normal, yes, walking. So you have seen the wound changing into the different colors. Yes, yes. Yes? Yes, yes. So you are the one, actually. See, we have given the hope. Usually, sir will do, Dr. Vishnu will do the surgery. Mm-hmm. They will come post-operative for dressings. Dressings. Mm-hmm. Fine, sometimes. So what is the challenge you faced in the Saoud's case? If you compare this patient Saoud, the patient... Saoud actually was very comfortable, yeah, and not irritating, cribbing patient. Mm-hmm. Only thing, he was missing his family, mm-hmm, country. Yes. And that was that most was pitching, yeah, that was really, we can, yes, understand, yeah. No, we are coming every day from our family, they are leaving the country, mm-hmm, parents or wife, over it, they leave and come. So the attendant who comes also, they also should sacrifice and stay for a long time. It was good from you. And Saoud was an excellent patient. Thank you so much. I'm happy to see him normal, back to normal life. You should see him again. You should. I saw him with the dress and all. With so when he came, he came on the wheelchair, but now he's going back. Alhamdulillah. Yes. How thank you so much. Thank you. Thank you.